بسم الله الرحمن الرحيم. نحن احد كتائب لواء الفتح، جئنا هنا الى صلاح الدين لمؤازرة الشباب ودحر الاعداء. لقد كانوا في الشوارع التحتانية، فاستطعنا بعون الله تعالى ترجيعهم الى الخلف، والان هنا نحن موجودين وسوف نزحف باتجاههم لكي نقلعهم من هنا. هنا موجودين، المسافة بيننا وبينهم لا تقل عن 25 متر. والله معنا والحمد لله بفضل الشباب وعزمهم وبمساندة الإخوة الأبطال المجاهدين سوف نستطيع بأقرب وقت ممكن بإذن الله تعالى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ونحن صامدون بإذن الله حتى الشهادة أو النصر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. Thank you.